وهذا سائل يقول: ما حكم من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز لي أن أجالسه وأصاحبه علما بأنني نصحته فلم يتقبل النصيحة؟ من يسب أصحاب النبي على العموم هو كافر كرافض وأشباهه. من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، لأن سبهم يدل على بغضهم، ومن أبغضهم هو غير مؤمن بما جاءوا به. إذا أبغضهم وسبهم ورأى أنهم غير عدول هم من نقل القرآن والسنة، معناه أن القرآن باطل لأن نقلته فساق أو كفار، وهكذا السنة باطلة لأن نقلتها فساق أو كفار، فمعناه ذهب الدين، معناه هذا كله ذهب الدين وعدم صحة كله. سب الصحابة سب لنقلة العلم وخير هذه الأمة، ولا يجالس مثل هؤلاء ولا يصح مثل هؤلاء، بل يهجرون ويرفع الأمر إلى ولاة الأمور إذا كان هناك ولاة أمور في البلد التي فيها السب، إذا كان فيها ولاة أمر ينصرون الحق. نعم، نسأل الله العافية. نعم.